مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد إخباري جديد على قناتكم نسمة. في نشرتنا ديتا باش نشوفوا مع بعضنا اعتصام شباب منطقة لحشيشنا من ولاية صفاقس اللي يتواصل لمدة أسبوع للمطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة. أكثر من 50 شخصية مستقلة من مختلف الجهات تعلن اليوم انضمامها رسميا للجبهة الشعبية. اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات. والبارح اختتام أيام قرطاج السينمائية في دورتها 24 وخيبة أمل من الجوائز. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعنف، نظم اليوم الائتلاف المدني ضد العنف من أجل الحريات مسيرة تحت شعار كفى عنفا، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة من أحزاب سياسية وجمعيات أن الحد من انتشار ظاهرة العنف يستوجب حل رابطات حماية الثورة، كما عبروا عن استيائهم من مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية والانتخابات المقبلة. بسمة معلوي. كفى عنفا هو شعار مسيرة نظمها اليوم الائتلاف المدني ضد العنف من أجل الحريات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. المسيرة كانت مناسبة للتأكيد على أنه أحداث العنف المتزايدة اللي شهدتها الفترة الأخيرة تشكل تهديد حقيقي للحريات والمسار الانتقال الديمقراطي. ما يخفى على حتى حد من تقريبا عام ونصف والمجتمع التونسي يعيش في تواتر العنف وأفعال العنف. منع الأحزاب السياسية أولا من عقاد اجتماعاتها في عدة أماكن من الجمهورية، الاعتداء على مثقفين، الاعتداء على فنانين، الاعتداء على تظاهرات ثقافية أيضا كما العبدلية وغيرها، هذا الكل قاعد يتفاقم. إلى جانب مطالبة المسؤولين في الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لمكافحة كل أشكال العنف، فإن المسيرة تضمنت أيضا دعوات خاصة بحل رابطات حماية الثورة. هذه الرابطات هي تهدد المسار الانتقالي، رابطات تدعو إلى العنف وتمارس العنف، واليوم أولى خطوة ندعو إلى اتخاذها لمحاصرة هذه الظاهرة هي حل الرابطات هذه. الرابطات هذه سقط ضحايا لها في عديد الأماكن، وهي تهدد التعددية وتهدد المسار الانتقالي مسار سلمي بعيد عن كل عمليات الضغط والإكراه. وبالإضافة إلى التنجيد برابطات حماية الثورة، فقد اعتبرت أحزاب سياسية أن قانون تحسين الثورة واللي يهدف إلى إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية والانتخابات المقبلة هو شكل جديد من العنف السياسي. قانون العزل هذا مخالف لكل المبادئ والقيم الديمقراطية، وفما زاد العنف في الخطاب، عنف التكفير وعنف التخوين. وللإشارة فإن الائتلاف المدني ضد العنف هو مولود ثقافي وسياسي جديد ولد رسميا نهار 13 نوفمبر الجاري، هدفه الأساسي الدفاع عن الدولة المدنية والضغط على الحكومة من أجل وضع حد لانتشار ظاهرة العنف. منذ أسبوع يتواصل اعتصام شباب منطقة لحشيشنا من ولاية صفاقس للمطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة رغم محاولات قمع الاعتصام من قبل السلطة الأمنية. أيمن معتوق. ما زال شباب منطقة لحشيشية من معتمدية الغريبة التابعة لولاية صفاقس معتصمين منذ أسبوع للمطالبة بالتنمية للجهة وللمطالبة أيضا بالتشغيل، خاصة أن المئات منهم يعاني البطالة رغم أنهم على بعد بضع كيلومترات من المنطقة الصناعية اللي حسب قولهم قادرة أن تخفف من حدة البطالة في العمادة. وعدونا ب 20% برسنتاج وما ثم حتى شيء، ونشوفوا في عبادي دخلوا فيها تحت الطاولة، ثم ملفات مش مثلا مش مقاييس مضبوطة في الركراتمو. احنا نطالب مقاييس مضبوطة في الركراتمو، وعنا السياب والتيفيرت والتونكمات لولوية لولاد الحشيشين، عمات الحشيشين هذه لازم ينظروا لها. نطالبوا باش معناها الحكومة، أي حكومة معناها في مستقبل معناها تشوف لنا حل من ناحية التلوث، من ناحية التشغيل، من ناحية الأمراض، من ناحية الفقر المزمن. معناها فقر بصفة غريبة تدوروا وتشوفوا، وعدنا شباب متعلم وعدنا شباب عمل تكوين وشيء ما يخدموش. ثم برشا حاجات أخرين ناقصة مثلا في المنطقة، مؤسسات عمومية مثلا كبوستة، مركز حرس مثلا في المنطقة. الأهالي أكدوا أن اعتصامهم اللي يتواصل منذ أيام سلمي بحت، ورغم ذلك فأنه تعرض إلى محاولة لقمع المطالب باستعمال العنف من قبل قوات الأمن اللي هاجمتهم أول أمس بالغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حدوث إصابات. الدخل الأمني كان بعنف شديد، يعني ناس داخلين عليها في الديار، نسي يضربوا فيها في الديار، فما واحد عندي خويا يلقوه في دار أخته جوه هزوه،
ناض لنسيبي قال له يا ودي راه كان بحذايا، قال له ولدك الصغير هذا كنهز اللي هو عمر عام، قال له ولدك كنهز بنتك كنهز بهك، عندنا جماعه مكسوره تو تمشي على عين المكان تلقى مزبسه مكسور. عمل فينا الحاكم ما يتعملش، ما نحكي لكش صراحه، ما نحكي لكش حوايج معنا تصور نساء ضربه نساء تضرب امراه كبيره، امراه مثلا طفله صغيره بمقص ولا حاجه، مش منطق. عباد مكسره مطيشه في ديارها. كثره الشعارات اللي ترفعت في الاعتصام تعكس كثره المشاكل اللي تعيشها المنطقه من تهميش وفقر وحرمان من ابسط مرافق العيش الكريم، لكن في المقابل فان هؤلاء الشباب اكدوا انهم باش يتجاوزوا مرحله السلميه الى التصعيد في صوره الاعتداء مجددا على الاعتصام او في صوره تجاهل مطالب شباب المنطقه. أداء الإعلام التونسي بعد 14 جانفي ومدى موضوعيته ومصداقيته في تناول مختلف الأحداث مثل اليوم محور ندوة علمية نظمتها اللجنة الجهوية للإعلام بحركة النهضة ببن عروس، حيث أكد سرحان قرمص لعضو المكتب الجهوي للحركة بالجهة أن النهضة لا ترغب في السيطرة على الإعلام أو توظيفه لخدمة أجندتها السياسية، لكنه أوضح في المقابل أن النهضة ترفض أن تتحول نشرات الأخبار والمقالات الصحفية والبرامج الحوارية إلى فضاءات لنشر الخطابات المعادية لعملها. وفي جانب آخر صرح ممثل حركة النهضة أن نشرات الأخبار في أغلب القنوات تقتصر في عملها على تغطية الإضرابات والاحتجاجات لتتجاهل في المقابل الزيارة الميدانية للوزراء وغيرها من الأنشطة الحكومية. المشهد الإعلامي اليوم يحتاج باش يكون مواكب للثورة ويعبر عن طلعات الثورة. موجود بأقدر ماهيش كبيرة ياسر، فما اتهامات كبيرة حركة النهضة تقول تحب ترجع بينا للماضي وترجع بينا للكلام القديم نتاع التمجيد ونتاع المدح ونرجع. نحن ما نحبوش هذاك، نحن كي كنا في المعارضة كنا ضد الشيء هذاك، كي كنا ضد الشيء هذاك ما نجموش اليوم نرجعوا للشيء هذاك، لكن نحبوا قدر من الموضوعية، قدر من الحياد، قدر من المسؤولية. احكي، اتكلم، اعبر على مشاكل، حتى حد ما يمنعك. اليوم الثورة كان حققت حاجة، أهم حاجة هي الحرية وخاصة حرية الرأي والتعبير. مجموعة من الشخصيات المستقلة تعلن اليوم على انضمامها رسميا لتحالف الجبهة الشعبية، وكان هذا خلال ندوة وطنية عقدتها الجبهة بمدينة سوسة. تم اليوم اختتام أشغالها اللي امتدت على نهارين بحضور حمل همامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية. أسامة السعفي. أكثر من 50 شخصية مستقلة من 14 ولاية تلموا في سوسة اليوم خلال ندوة وطنية لإعلان انضمامهم للجبهة الشعبية، هذا بعد ما قاموا بدراسة الأرضية السياسية والبرنامج المحلي للجبهة وأكدوا أن الجبهة هي الخيار السليم بالنسبة لهم. الأسباب اللي خلتنا جستمون ننضموا للجبهة أن درسنا الأرضية السياسية متاحة، لقيناها أرضية سوبل. شو معناتها سوبل؟ يعني عكس اللي تعتقد العبيد أن جبهة الشعبية هي جبهة لليسار، ونقولوا لهم راهو مش صحيح، على خاطر نحن كمستقلين وأغلبيتنا معناتها إطارات وكفاءات يعني، وعندنا تجارب نضالية كبيرة، وفينا حتى كانوا مساجين سياسيين من قبل 14 جانفي ومن عهد حتى بورقيبة. هذا إثراء بالنسبة لي أنا الجبهة، وإثراء مهم، والأحزاب أعتقد اللي هم شركائنا في الجبهة يثمنون هذا المجهود، ونحن نعتقد اللي عندنا دور كبير حتى في توحيد ورص الصفوف داخل الجبهة، لأنه برشا يتصوروا اللي بما أنه موجود 12 حزب في الجبهة الشعبية دونك 12 حزب قابلة للانفجار في أي وقت ما. لا، ما نطمنهم اللي جاء الله الانفجار هذا ماهوش مش يحصل بوسط الأحزاب هذه، بالوعي نتاع الأحزاب أولا وبالدور اللي قاعدين يلعبوا فيه المستقلين لتقريب وجهات النظر، لأنهم المستقلين هم قوة مقترحات وقوة عمل وقوة نشاط. حمل همامي الناطق الرسمي للجبهة يؤكد أنه دور المستقلين يجي في إطار حشد الطبقة الشعبية بهدف كسب الرهان الانتخابي والوصول إلى السلطة. الجبهة تكونت من أجل وأن قيادة البلاد، الجبهة تكونت باش نحاولوا لف وحولنا الغالبية الشعب التونسي، هذاك يبيد علاش اسم الجبهة الشعبية، ولف غالبية الشعب التونسي حول برنامج هذا. طبيعي جدا احنا نحبوه يكون برنامج حكم من أجل تحقيق من الأهداف منها نتاع الثورة، وإحنا نعتقد بأنه كسب الغير منظمين في إطار الجبهة هو باش يزيد يدعم وحدة الشعب معناها التونسي حول معناها الجبهة. سباق التحالفات السياسية نحو السلطة خلى الجبهة الشعبية اليوم تطرح نفسها كبديل للائتلاف الحاكم من خلال برنامج قالت إنه قابل للتطبيق ويرتكز على تحقيق أهداف الثورة اللي غابت على الحكومة الحالية.
والأكثر تفاصيل معنا في البلاتو سيد محمد الفيتاتي عضو مستقل بالجبهة الشعبية. مرحبا بك سي محمد. مرحبا. شكرا سي محمد. شنو أهم الأسباب اللي خليتكم اليوم تختاروا الجبهة الشعبية بالذات من بين الائتلافات الحزبية الكثيرة الموجودة في الساحة السياسية التونسية؟ في الحقيقة الشيء اللي خلانا اليوم نختاروا الانخراط في الجبهة الشعبية مجموعة من المستقلين تلمينا في ندوة من نهار السبت اليوم لحد ومن عديد الجهات من البلاد وتدرسنا الأمر تدرسنا وثائق السياسية للجبهة الشعبية ومعناها النقاشات أفضت إلى أن الجبهة الشعبية هي المنظمة اللي تلتقي فيها الأهداف متاعنا مع أهداف الجبهة واللي أهداف الجبهة في الحقيقة راها اللي هي أهداف معناها يرفعها الشعب التونسي والثورة في تونس معناها مازال عندها عديد الأهداف لم تتحقق وراها اللي الجبهة الشعبية هي الجهة المؤهلة لتحقيق هذه الأهداف. سي محمد كان تعطيني شنية أهم الأهداف هذه باش السادة المشاهدين يفهمون علاش نحكيه بالضبط. شنية الأهداف اللي جذبتكم في الوثيقة السياسية اللي طلعتوا عليها متاع الجبهة الشعبية؟ الوثيقة السياسية أولا بالنسبة لنا الجبهة الشعبية نشوفوها أن هي تعبيرة على مصالح الشعب التونسي في الواجهات كل في الواجهة الاقتصادية ما تطرحه الجبهة الشعبية من أهداف اقتصادية راه اللي بالحق قادر باش ينهض بالشعب التونسي ويحسن المستوى المعيشة بتاعه ويحسن مقدر الشرائي بتاعه ويحسن ظروف الاقتصاد بصورة عامة. على مستوى سياسي نفس الشيء الجبهة الشعبية نشوفه اللي سياسيا هي الجهة اللي اطمن حقيقة الشعب التونسي على مستقبله السياسي مستقبل نوع النظام اللي يحب يرسيه الشعب التونسي ومستقبل نوع الدولة اللي يحب يقيمها الشعب التونسي ومستقبل نوع الثقافة والحالة الاجتماعية اللي يطمح الشعب التونسي يكون عليها بعد قيامه بالثورة هذه. سي محمد انتم كشخصيات سياسيه مستقله شنو الاضافه اللي تنجموا تقدموها داخل صلب الجبهه الشعبيه؟ المستقلين او بالاحرى نقولوا الغير متحزبين هي الكلمه الادق والتعبير صح على المستقلين دم. هم مناضلين في جلهم خاضوا تجارب سياسيه عديده لهم انتماءات فكرية متعددة ومتنوعة فيهم القومي فيهم البعثي فيهم الاشتراكي معناها وهل التنوع هذا هو في الحقيقة إثراء نحن في أشد الحاجة ليه والجبهة في أشد الحاجة ليه. دونك الناس هذا ما مستقلين ما عندهمش محاصات سياسية ما هم داخلين في تجاذبات سياسية عندهم أهداف رسمتها الثورة وتبنتها الجبهة الشعبية وهم يعتبروا أن الأهداف هذيك هي أهدافهم وأن الإطار اللي نجم يحقوا فيه الأهداف هذه هي الجبهة الشعبية والإضافة متاعهم هم كونهم ناس عندهم مخزون سياسي مخزون نضالي تجربة قديمة لأنه جلهم عاشوا تجارب نضالية متميزة في عهد بورقيبة وفي عهد دكتاتورية بن علي إلى غير ذلك وهل الرصيد النضالي هذا الجبهة الشعبية محتاجة ليه سيما وأنه من الناس هذا ما موجودين في جمعيات في المجتمع المدني وقراب للنبض متاع الشعب التونسي. واضح سي محمد. في الختام نحب السيد حمل همامي قال أنه الجبهة الشعبية قادرة أنها تمسك بزمام السلطة هل تعتقد ذلك حقا؟ هو في السياسة ما ثماش مسلمات معناها 100% فهمتي. احنا نطمح وسنعمل والجبهة هي جبهة استراتيجية الهدف نتاعها مش معناها المشاركة في السلطة في الانتخابات الجاية قد ننجح وقد لا ننجح لكن بما انه الهدف نتاعنا انه نناضل
من أجل تحقيق أهداف الثورة. إذا ما وصلناش أن نشارك في السلطة في الانتخابات القادمة فسنهيئ أنفسنا لانتخابات لما بعد. دونك الجبهة الشعبية ما هيش جبهة انتخابية وأهدافها ما هيش ظرفية. واضح. شكرا لك السيد محمد الفيتاتي عضو مستقل بالجبهة الشعبية على حضورك وعلى إجابتك على هذه التساؤلات. شكرا. في موضوع آخر، أعلن رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي مؤسس حزب حركة نداء تونس لعدد من وكالات الأنباء أن مشروع قانون التحسين السياسي للثورة من الفاعلين السياسيين في عهد النظام السابق والذي قدمته 5 كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي من بينها كتلة حركة النهضة يستهدفه شخصيا. واعتبر الباجي قايد السبسي أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة النهضة. اختتمت اليوم أشغال المؤتمر الوطني حول إصلاح منظومة التكوين المهني، وأكد رئيس الحكومة حمد جبالي بالمناسبة هذه أن المنظومة في حاجة إلى إصلاح جذري، خاصة وأنها من أكبر القطاعات اللي شهدت فساد مالي وإداري. دواج عوادني. وضعية سقم ومرض إلى حد فقدان المناعة، هذا كان تشخيص وزير التشغيل لمنظومة التكوين المهني اليوم بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني حول إصلاح منظومة التكوين المهني. من جهته أكد رئيس الحكومة حمادي جبالي أن المنظومة في حاجة إلى استراتيجية إصلاح شاملة بعد الفساد الكبير اللي عانى منه القطاع. التكوين اللي عمله عملته وزارة التكوين السي عبد الوهاب مهم جداً، يعني نأخذوه كمنظومة متكاملة مع التعليم، مع المؤسسات الاقتصادية، مع سوق الشغل، وهذا هو ملجأنا ومخرج الصحيح لمواضعات وعلاج البطالة. زورها شوية مراكز التكوين تجدونها خراب، استعملت لأغراض شخصية، أغراض متاع طبقة سياسية يعني لتوظيفها لمصالحهم، خاصة في التمويل وفي التشغيل وفي التجهيز. إن شاء الله مهمة كبيرة تنتظرنا تنتظر السي عبد الوهاب. وحسب نتائج ورشات العمل اللي انعقدت على مدى نهارين، فإن منظومة التكوين المهني في حاجة إلى إصلاح شامل لتلبية حاجيات سوق الشغل، خاصة وأن العديد من الاختصاصات مطلوبة بصفة كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. 13 قطاع اللي هي ماهوش يعني هي معروفة عن هو تتعلق كل المشترك بيناتها هي المهن. خذ عندك نبداو بالتجهيز الصحي. انت لو كان تمشي في دارك تطلب بلومبي تاو الالكتريسيان ولا كذا ما تلقاش. عندك تجهيز صحي ويسمى الصناعات الميكانيكيه، عندك الجلود والاحذيه اللي هو قطاع مشغل كبير ومصدر، عندك قضيه ما يسمى الصناعه التحويليه الفلاحيه، عندك اضافه لذلك البناء هناك مقاولات تونسيه ولات تطلب وزاره التشغيل باش تستجلب لها اليد العامله، عندك قطاع النجاره والموبيليا هذوما مثلا، وعندك النقل واللوجيستيك، عندك القطاع معناتها ما يسمى اللحام والحداده. احنا اليوم عندنا جاتنا كندا طالبه 800 لحام باش تعطيه 5000 دولار في الشهر. من جهه اخرى، فانه تم اليوم امضاء 2 اتفاقيات، الاولى مع المعهد الوطني للتقنيين والمدربين اليمني، والثانيه مع الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، وتلتزم بمقتضى الاتفاق هذا كل من وزاره التكوين المهني والتشغيل والتيكا بربط التكوين بالتشغيل وارساء الحوكمه ومقاومه الفساد وتفادي اهدار المال العام. احنا شريك فعال، احنا باش نكونوا ناس، احنا نساهموا في اعطاء شنو هما الحاجات معناها الشركات نتاعنا شلون الميادين يسحقوا فيهم، باش يكون تكوين ناس على كارت، يكون ناس نكونوهم يخرجوا سواء من المراكز التكوين العموم والخاص، يكون ناس جاهزين للعمل، ونكونوا احنا مشاركين كذلك في مجال تسيير المراكز العموميه باش نعطيوا راينا، خاطر التكوين المهني ابريتو باش يمشيوا ناس يشتغلوا في الشركات. وللاشاره فانه تم تركيز لجنه وطنيه للنظر في اعاده هيكله منظومه التكوين المهني والشروع في انجاز دراسه لتشخيص مواطن الخلل حتى تكون المنظومه في خدمه القدرة التنافسية للمؤسسات وتوفير العمل اللائق لطالبيه. تعريف مرض اللوكيميا وكيفية تلقي العلاج هو محور الندوة اللي نظمتها الجمعية التونسية لمرض اللوكيميا المزمنة، واللي تهدف لدعم المرضى وتمكينهم من الحصول على الدواء اللي تبلغ تكاليفه 56 مليون دينار في العام بالنسبة للمريض الواحد. سهى شقرون. اللوكيميا هو عبارة على مرض خبيث يتسم بزيادة عدد الكريات البيضاء غير الناضجة في الدم. اللوكيميا المزمنة هو مرض سرطاني يمس خلايا الدم اللي موجودة في النخاع العظمي اللي هو مصنع خلايا الدم.
هو مرض أسبابه ما نعرفوهاش، لكن اللي نعرفوه هو أنه منذ فترة تم اكتشاف في وسط الخلايا المرضية هذه كروموزوم غير طبيعي، اللي هو الكروموزوم فيلادلفي، اللي هو موجود عند المرضى هذوما ومش موجود عند غيرهم من المرضى، واللي هو سبب في اندفاع النخاع العظمي اللي صنع كمية كبيرة ومتزايدة من الكريات البيضاء السرطانية. ونظرا لخطورة مرض اللوكيميا وارتفاع عدد المصابين به في مختلف دول العالم، نظمت الجمعية التونسية لمرض اللوكيميا اللي تهدف لمساعدة المرضى وتوعيتهم وتمكينهم من الحصول على العلاج اللي تبلغ تكاليفه 56 ألف دينار في العام للمريض الواحد، ندوة صحفية حضر فيها مجموعة من الأطباء والمختصين في المرض هذا. كون الجمعية هذه لغاية الدفاع على الكاتيجوري هذه دي باسيون وباش نحسنوا لهم من الخدمات الطبية متاعهم. وكي نحكيو على مرض اللوكيميا نحكيو على سعاد رزيق البالغة من العمر 47 سنة، كبرت معاناتها خاصة وإنها ما عادش تنجم تتحمل الوجيعة اللي قاعدة تزيد نهار بعد نهار. مرضية عندي احنا نقول الطحان، استر لي غبوبة ونفقد الوعي ياسر، ما عاش نقعد وما تعبني ياسر، نوصل الموت ونرجع. سعاد تسكن في الصخيرة، على هذيك تلقى صعوبة باش تتنقل وتشري الدواء اللي فاقت تكاليف وإمكانياتها. رقدت في قاف السواق الصخيرة هكا ديما دوايات عربي هكا، ما نحكي لكش ما ساعة اللام تعبني ياسر، بدي ماديا صحيا وفكريا متعبني، ما عاش في خرتها عيوني، عيوني هم اللي يزروني ياسر ما عاش. سعاد مش الوحيدة اللي تعاني من مرض اللوكيميا، وإنما فما برشا أشخاص يعانيوا من نفس المرض اللي أثقل كاهلهم على خاطره غالي برشا عليهم وعلى الدولة زيدة اللي تتكفل بنسبة كبيرة من تكاليفه. نمشيوا للجزائر وين الحملة الانتخابية بدت توفى، وهذاك علاش فضل الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية باش تكون جولته الانتخابية الأخيرة البارح لولاية الغرب الجزائري، وذلك لتوسيع القاعدة الشعبية للحركة، وهو يعول برشا على المنطقة هذه لتحقيق نتائج مهمة خلال المحليات القادمة. واليوم للعاصمة لتنشيط تجمع شعبي جماهيري سيعلن من خلاله على برشا مفاجآت. بالقاسم شحاوة. إطار نشاطات الحركة الشعبية الجزائرية المندرجة ضمن الحملة الانتخابية ترقبا لانتخابات 29 نوفمبر الحالي، قام أمينها العام معمر بن يونس بجولة قادته إلى ولاية الغرب، والبداية كانت بغليزان أين وجد في استقباله مواطنين من كل بلديات غليزان، وخلالها قدم النائب البرلماني لذات الولاية السيد عبد الصادوق سيد أحمد كلمة ترحيبية، ثم أخذ الكلمة السيد بن يونس الذي أكد على ضرورة تصدر الوطنيين المنحدرين من الأسر الثورية القوائم الانتخابية للأنبياء. في الذكرى الخمسين إخواني أخواتي، في بعض الولايات كان هناك أولاد الحركة لترأس رؤساء القوائم الانتخابية، هذه محالة يا إخوة. كيفاش تتصوروا في جزائر تاع ديدوش مراد، جزائر تاع ميروف، جزائر تاع بن رمضان، جزائر تاع بن بنعين، أولاد الحركة في 2012 يتصدروا القوائم الانتخابية؟ هذه إخواني أخواتي نقول لكم بكل صراحة، صوتوا على من اللي حبيتوا لكن ما تصوتوش على ولاد الحركة. ثم حط الرحال عمارة بن يونس والوفد المرافق له بمدينة الباهية وهران، أين قام بتدشين المقر الجديد للحركة الشعبية الجزائرية. وضمن سياسة الأنبياء الرامية إلى تشجيع الطاقات الشبانية، فقد قام بتكريم رياضيين شرفوا الجزائر. لقاء قصير مع بعض المترشحين والمترشحات تاع الحزب، وعهدتهم باللي بعد الحملة الانتخابية بربي إن شاء الله نجي نزورهم، ونظن باللي هنا في من ممكن جدا باللي هنا في ولاية وهران نتحصل على نتيجة مرضية في الانتخابات المقبلة تاع اليوم الخامس برب إن شاء الله. والمحطة الثالثة كانت اليوم السبت 24 نوفمبر، أين كانت وجهتنا ولاية معسكر، وفي قاعة ممتلئة على آخرها قدم النائب بالبرلمان سي حمدي خثير كلمة ترحيبية قبل أن يسترسل الأمين العام في مخاطبة جماهيره، مادحا إياهم على الثقة التي وضعوها في الأنبياء خلال تشريعيات الفارطة. وقد تطرق إلى نقطة تفاعل معها الجمهور، وهي الديمقراطية الحقيقية بمنظور جزائري لا أمريكي ولا إسرائيلي، والتي تهدف الأنبياء إلى تجسيدها لتحسين ظروف المجتمع. والديمقراطية تاع الغرب اللي حبوا يفوتوا على بعض البلدان تاع الشرق الأوسط، نقول لها بكل صراحة من اليوم لولاية معسكر إخواني أخواتي، إلى البوهة الديمقراطية اللي حبوا يجيبوها.
وتشوفوا اليوم فتحنا المداومه دشنا المداومه رسميا تاع النواب تاعنا. وزيد نذكر باللي النواب الحزب الحركه الشعبيه الجزائريه والحزب الوحيد اللي فتح مداومه تاع على مستوى الولايات. اذا حبيتوا تغيير ولكن تغيير بهدوء، تغيير اللي ما جاش باش يهدم وما جاش باش يكسر. في المغرب أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها فكت خلية تنشط في استقطاب وتجنيد شباب مغاربة لحساب مجموعات إسلامية مسلحة في منطقة الساحل ومن بينها تنظيم القاعدة. ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية عن بيان للداخلية أنه تم تفكيك خلية تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر القاعدة قصد إرسالهم لما يسمى بالجهاد بمنطقة الساحل. ولم يوضع البيان عدد المعتقلين وأشار فقط إلى عناصر عديدة تنشط بمدن من بينها النظور بالشمال والدار البيضاء بالمغرب والعيون بالصحراء الغربية. وأضاف المصدر أن عملية التحقيق أتاحت معرفة أنه 20 متطوع مغربي تم التعرف على هويتهم بعد ما تم إرسالهم من قبل قادة هذه الخلية إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا اللي سيطروا على شمال مالي. الدورة 24 لأيام قرطاج السينمائية اختتمت البارح في سهرة تحسن فيها التنظيم الخارجي لقاعة الكوليزي، لكن غاب فيها التنظيم على الركح كيف ما كان توزيع الجوائز مخيب لأمال برشا مشاركين. عفيف مليك. تنظيم كبير في دخول الضيوف كان البارح في اختتام أيام قرطاج السينمائية في دورتها 24، على عكس حفل الافتتاح اللي كانت تذكره كان على الشكل هذا. دورة هذه اللي فكرنا فيه اللي أعلن عليه في الافتتاحيات نتاعنا اللي اتفقنا فيه مع الهيئة المديرة مع لجنة التنظيم حققناه كامل. طبيعة الأفلام، نوعية الأفلام، نوعية الإقبال الجماهيري الكبير، كل اللي معناها أعلن عليه أنجزناه. بقى بعض الخلل اللي في الواقع يتجاوزنا. وهوني أحضر عديد الضيوف السينمائيين والصحفيين وحتى السياسيين جاءوا. وأكيد سلمى بكر ما تنجمش تغيب على تظاهرة كيف ما هذه اللي رغم كل شيء شافتها إيجابية. الحقيقة اليوم خير من الافتتاح، أمانة والله حتى في الافتتاح ما تقلقتش برشا على خطر نقول أهم حاجة وأنه المهرجان يصير. السهرة بديت لكن مش ببرمجة متنوعة وثارية وين افتتحوها بالفرير غربي بمعزوفة واحدة وتوجهوا مباشرة للجوائز. وهوني كانت المشكلة في سوء التفاهم في عديد المرات على الركح عكس سوء التنظيم علق عليه الضيوف في المباشر. سامحونا هذا ديريكت كما في اليوقع يوقع النسخة العربية ما عندوش الأستاذ قيس الزبيدي وأنا أسترق النظر إلى ورقة الأستاذ روسليني باش نترجم بالفرنسية باش نعطيها الأستاذ الزبيدي باش يقرأ كما تروش معنا. وبعد الانتظار جات النتائج اللي تحصلت فيها تونس على جائزة التانيث الفضي في مسابقة الأفلام القصيرة عن فيلم تدافع 9 أبريل 1938 وجائزة أفضل سيناريو عن فيلم الأستاذ المحمود بن محمود. أما جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة فكانت كالتالي: جائزة التانيث الذهبي لشريط الزورق لموسى توري من السنغال، جائزة التانيث الفضي لشريط موت للبيع لفوزي بن سعيدي من المملكة المغربية، جائزة التانيث البرونزي لشريط الخروج إلى النهار لهالة لطفي من مصر. الجمهور اعترض على الجوائز هذه بالتصفير، أما بعض الفنانين فكانت لهم خيبة أمل كبيرة. فما برشا خيبة أمل، فما حتى اللي خارجوا متغشين من وصحوا معناها سماوا أفلام اللي هما بوغو كانوا أجدر بنيل الجوائز. لجنة تحكيم دولية فيها شخصيات ثقافية لازم واحد يحترم رأيها في عطيان الجوائز. وإحنا فرحانين في كل حالات، عملنا أفلام، عملنا مهرجان، شافتها الناس، العروض كانت جميلة جدا. الباقي كل لجنة عندها منطقة، يبقى أهم حاجة نعمل أفلام تشوفها الناس. أختو بين عشاء هكا شعرنا هكا قعدنا هكا.
وهكا توفى دورة باش تحضر الدورة جديدة. ورغم الزلات والإيجابيات فإنه جي سي سي هو فرصة لتعطي حراك الوسط العاصمة ويستفيد منها حتى الجمعيات والمنظمات العربية والدولية. جي سي سي بصراحة كان عنده دور إيجابي في تكثيف الوجود الجماهيري في شارع بورقيبة، وهذا كان عنده انعكاس على كثافة الإقبال على التبرع وإلا مواكبة أنشطتنا، مثل النشاط اللي عملناه الآن كتابة عبارة أو جملة لنصرة القضية الفلسطينية. وطوى ما بقالنا كان باش نخليكم مع صور الأهم لحظات جي سي سي 2012 في انتظار دورة جديدة أكثر حرافية وأقل أخطاء. وفي نفس الإطار فإن أيام السينما الأوروبية في دورتها 19 باش تنطلق في 27 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2012 بإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الاتحاد في تونس بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية ومركز كيف للفنون الدرامية. وفي المهرجان تبرمج 40 فيلم من 18 بلاد، منهم 6 أفلام روائية المخرجين التوانسة. تضامنا مع الشهداء الفلسطينيين وأبناء غزة، نظمت الرابطة العربية للفنون والإبداع بالتعاون مع فرقة أنصار السلام تظاهرة تحت شعار كلنا غزة، ومرابيح التظاهرة هذه باش يتم التبرع بها لضحايا أبناء الشعب الفلسطيني. سهيش قرون. القضية الفلسطينية هي قضية تمس الدول الكل، والصراع القائم بين العدوان الإسرائيلي وقطاع غزة زادت فاقم خلال الأسابيع اللي فاتت، وين بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين 102 شهيد وأكثر من 850 جريح. Je suis là pour soutenir mes amis, le peuple palestinien. Les enfants ne sont pas responsables de ce qui se passe, même si les hommes politiques sont tous responsables d'un côté ou de l'autre. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، نظمت الرابطة العربية للفنون والإبداع بالتعاون مع فرقة أنصار السلام تظاهرة تحت شعار كلنا غزة بهدف مؤازرة أبنائها. حبينا نعمل التظاهرة هذه أولا حتى يقول المبدع التونسي والمبدع العربي نحن هنا، والآن بدأت ثورة العقل، كانت تعدينا من ثورة الأيدي أو الفعل إلى فكرة إلى ثورة العقل. سنسعى إلى إبلاغ رسالة من منبع الفن ومنبع الأغنية الملتزمة حتى يعي شعبنا العربي أن الحرب في فلسطين توازيها حربا أخرى عن طريق الفنون والأداب. وباش يتم التبرع بمرابيح تظاهرة كلنا غزة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، راح يتم جمع كل عوائد التذاكر وعوائد المبيعات ويتم إرسالها بطريقة شفافة لضحايا الحرب من خلال اتصالات مع الأهل في غزة. يعني احنا نتواصل معهم من هلأ على أساس انهم يحددون الأشخاص المتضررين فعلا. والمبادرة هذه مهيش الوحيدة، وينظمت جمعية تنمية للجميع قافلة تضامنية مع أهالي غزة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، شارك فيها عدد كبير من التوانسة اللي وفروا كميات من الأدوية والأدوات الطبية لتقديمها للشعب الفلسطيني. الحملة هذه حملة جسر العزة تونس غزة، الجسر اللي انقطع منها على مدى عشرات السنين، احنا اليوم نحاول إعادة البناء نتاعه بدعم إخواننا في غزة. والقافلة هذه بدأت نهار 22 نوفمبر وباش تتواصل لغاية 15 ديسمبر، وهي موجودة في كل من بنزرت، منزل جميل، الجديدة، المرناقية وجيبس. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله.